اليوم الساعة 6 الصبح بلش القصف على قرية دردارة ومحطة الكهرباء من ناحية الجيش التركي ومرتزقته وبالقذائف المدافع والهاون. والله اجت قذيفة عند حوش المحطة، اجت شظايا على محطتنا، في أضرار بس الحمد لله نحن سلامات. والله خط زرقان عليها عطل، هاي من كمان قصف من ناحية الإرهابيين، صار شيء 20 يوم مقطوعة معدومة، هي ما عندهم كهرباء، يعني خط أبو راسين يعني شيء 70-80 قرية كلها ما عندهم كهرباء، وقرية عبتينا خط عبتينا كمان جاء قصف من جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، أيضا صار 3 فازات قطع ونهارين ظلوا بلا كهرباء، والحمد لله صلحناها والحمد لله ماشي الحال. مجلسة دردارة أم تذكار ذكنا أبو قش خدميني جوي خطار يعني أم كريمة كاري خدمي قشتوتك أف إيرو بوي دهرو وفردة هرو درب وتوب ويعني بشكل داوين بشوي داوين برو داوين سبي داوين نيرو داوين يعني بي وقت يعني بي ميعادك يعني تزان شوائي ور داوين يعني أبوي تقريبا إيرو شارو إيجار خاص تركز عندنا لسر في مبنى ما و دردوراوي بنايات خراب كرنه سي غرفه دو غرفه خراب ونجي دوراوي لفياري كتي مثلا لفياري كتي مشكله كش يعني و درداره او جي كزاره الامر يعني قندي وي مالي وي مال كش خراب ون مالي مدني يعني قندي غري دائما 23 قندن وخدمات وان كش سكنين و يعني اف ما زوت نان يعني هرتش